ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا. والنهاردة هنعمل مع بعض مخمرية للجسم، تعطير للجسم وترطيب ونضارة واشراق. هنحتاج فازلين طبي، وهنحتاج زيت لوز مر وجلسرين وبرفيوم خام زيت، وهنحتاج كبسولات فيتامين اي. هنحط حلة او كسرولة فيها مية سخنة على النار، وهنحط من فوق طبق، يعني هنعمل حمام بخار عشان نسيح الفازلين بتاعنا. هحط الفازلين كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا استخدمت ربع كيلو من الفازلين، وطبعا النار شغالة لحد لما الفازلين يسيح تماما. انا هنا غيرت الطبق لان لقيت الطبق صغير على الكمية بتاعت الفازلين، فجبت حاجة اكبر، حاجة قديمة انا مش عايزاها، وهخليها دايما عندي كل ما اجي اعمل المخمرية خلاص تبقى دي مخصصة لعمل المخمرية. هبدأ اسيح كده في الفازلين، افككه كده، هو فك معايا اهو. هحط عليه معلقتين من زيت اللوز المر، معلقتين كبار، ادي معلقة وكمان معلقة، وهحط معلقة ونص من الجليسرين. هجيب بقى كبسولات فيتامين ه، دي 1000 وحدة، هاخد منها مش اقل من 3 كبسولات، ممكن تحطي 4 بس انا هنا استخدمت 3. بفتحها بالسكينة من الحرف وبفضيها بايديا كده، وهنا بجيب البرفيوم الزيت بتاعي، اي نوع تحبيه، اي نوع انت بتستخدميه حطيه، ما تقيديش نفسك بنوع معين. ممكن تستخدمي مسك، ممكن تستخدمي البرفيوم بتاعك، ممكن تغيري البرفيوم تاني زي ما تحبي. وهنا بقى هبدأ اقلبهم كلهم مع بعض عشان امزج كل الخليط اللي انا حطيته ده مع بعضه. وبعد ما بقلبهم كويس بجيب عندي علبة وبفضي فيها السائل اللي انا عملته ده كله. بعد كده انا بسيبها لحد لما تجمد. دلوقتي بصوا هي لسه ما جمدتش قوي، بس انا حبيت اوريها لكم. هي بصوا بقت زي الكريم كده، بتدهنيها على جسمك عادي جدا. هي هنا مش جامدة قوي، هي يعني الكريم سائل شوية، لكن لما تسيبيها مدة اطول في الهواء هتجمد اكتر من كده. بتغطيها وبتستخدميها بعد الشاور، بتدي ريحة تحفة للجسم وبترطب الجسم وبتطري الجسم، وان شاء الله هتعجبك جدا جدا الوصفة دي. ربع كيلو الفازلين هيعملك علبة كبيرة هتقعد معاكي فترة طويلة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وياريت ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير، باي باي.